تحية لكم مجددا أعزائي المتابعين والمتابعات، لأن اليوم الجمعة ويوم خفيف وغدا حظر والأحد أيضا حظر، فلعله فرصة أن نتناقش في موضوع خفيف يبهج القلب، نعم، ويفتح مجالات وأفاق أخرى لحد يقضي سهرة جميلة رائعة وخلابة مع أهله مع أصدقائه. لا أصدقاء ما في، لأنه نحن في حظر. فنود أن نتناقش عن دراما التركية، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم في الاستوديو الزميل الجميل عمر كيالي المخرج في قناة مصر. تحياتي لك يا عمر. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. الله يعطيك العافية وبارك فيك عمر. عمر، الدراما التركية اللي أخذ الصيت الجميل الرائع طولا وعرضا، وتعدت الحدود الجغرافية العربية لتصل إلى دول شرق آسيا، تترجم بلغات عديدة، لماذا هذا الانتشار؟ يعني بلال، اليوم الدراما التركية إذا نحن نظرنا أنه الإنتاج السينمائي أو الدرامي الأمريكي هو رقم واحد في العالم، فالدراما التركية هي في مكان المنافسة على المركز الثاني على المركز الثاني، في مكان المنافسة يختلف من سنة إلى سنة. فأحيانا نحن معروف نعرف هوليوود وبوليوود اللي هي الإنتاج الهندي، لكن بدأت الدراما التركية أو الإنتاج السينمائي الدرامي التركي ينافس على المركز الثاني. طبعا هذا الحكي بتتميز الدراما التركية ليس فقط ب يعني بجودة الإنتاج، إنما بغزارة الإنتاج أيضا. يعني في عام 2019 وحدة كان في حوالي 300 مسلسل تركي، 300 مسلسل، وكل مسلسل كل حلقة فيه عبارة عن كم؟ عام 2019 300 مسلسل تركي، 300 مسلسل تركي تم إنتاجه، يعني العدد هائل، مهول جدا حقيقة. الدراما التركية انتقلت بطور يعني تضاعف في خلينا نقول العشر سنوات الأخيرة. يعني فإذا نظرنا نحن بعام 2004-2005 كانت إيرادات هذه الدراما التركية للداخل التركي حوالي يعني بضعة عشرات من آلاف الدولارات فقط. الآن وصلت إلى 350 مليون دولار، صرنا نحكي بالملايين يعني. 350 مليون دولار، ويستهدف حسب يعني حسب الخطط الموجودة أن يصل الدخل إلى مليار دولار مع حلول عام 2023. طيب عمر، صراحة إحصائيات كبيرة يعني بالفعل، وأرقام ونقلات نوعية تماماً بما يتعلق بالميزانية اللي صارت الدراما عم تحققها الدراما التركية. إذا بنحكي شوي عن الإحصائيات اللي أصلاً بما يتعلق بنوعية المشاهدين لهي الدراما، مين عم تكون؟ جميل. هلأ غالباً هن يسمون ديزي، يعني هو عبارة عن مسلسلات بحلقات طويلة. الشكل الأقلب يسمى مسلسل درامي روائي، طيب، وكل حلقة منه هتكون طويلة وعم تحكي قصة، ومسلسل قد يصل إلى عدد حلقات كبير. هذا هو النمط الدرامي التركي العام. فهو له شعبية كبيرة في داخل الأراضي التركية، لكن في الخارج أيضا في الدول العربية له شعبية كتير كبيرة، خصوصا حتى في دول الخليج. في الدول التي تتحدث اللغة التركية خارج تركيا، اللغة أذربيجان، أوزبكستان، تركمانستان لها شعبية جدا كبيرة. الغريب دول أمريكا اللاتينية من الدول التي يعني تستهلك خلينا نقول أو تتابع الدراما أو المسلسلات التركية بشكل كتير كبير، يعني بالرغم من بعد المسافة وكذا. حتى في بعض المقابلات اللي أتيحت، امرأة من الأرجنتين على ما أذكر شعرت بأنه هذه العائلة التركية تشبه عائلتي أنا في الأرجنتين. هون نجي نحن الأسباب أصلا، في مجموعة أسباب خلت هاي الدراما التركية تنجح. وهي أحد أهم الأسباب هو أنه الدراما التركية تتناول الموضوع العائلي، تهتم بالعائلة. غالباً بيكون في بطل، لكن هذا البطل مش لحاله، مو لوحده، في أصدقاء، في أخوة، في أهل العائلة، بيطلع لك الجو العائلي، الجو الاجتماعي، الجو اللي موجود بالحارة، اللي موجود بنفس الأسرة. حتى بأفلام الأكشن وأفلام المافيات وكذا بتلاقي أعضاء المافيا مثلاً مثل أخوة أو أصدقاء أو شيء من هذا. نعم، بالفعل بيركزوا على هذا الأمر، تفتقد إليه نوعاً ما الأمريكية، الدراما أو السينما الأمريكية. نعم، هناك نعم، التركيز على الفرد وليس على الجماعة أو العائلة. هو أصلا تفكير رأسمالي يا رجل. تماماً، بالنهاية فهن هيك، يعني هو يعني الفرد إلى حد ما هو فرق بين التفكير الشرقي والتفكير الغربي إلى حد ما. نعم، فهذا الأمر يبدو لعب دور كبير في هذا الموضوع.
الثقافة يمكن بذات نفسها هي كمان تعتبر عمر من العوامل اللي عن جد عم تساعد انه تنتشر بمجتمعات معينة. صحيح، يعني هلا لا شك بالنسبة لنا نحن كعرب كنا في دولة واحدة مع الأتراك ومع قوميات أخرى ضمن الدولة العثمانية، ففي كثير من الأمور الثقافية المشتركة سواء في الأمثال، سواء في طريقة الأكل، سواء في طبيعة العائلة وما شابه ذلك، العادات والتقاليد تماماً. فهذا الشيء حتى نحن ما أنه نحن عم نحكي عن المواطن العربي، فالمواطن العربي بيشوف هذا الشيء قريب منه، قريب من ثقافته، من عائلته، من طريقة تفكيره، وبنفس الوقت يقدم قد يكون شكلا آخر. يعني إسطنبول مثلا مدينة طبيعتها خلابة، نادرا ما نجد هاي الطبيعة في البلاد العربية. فيه بعض الأمور التي يشعر فيها المواطن العربي وقت بيشاهد هذه المسلسلات أنه في شيء مختلف، شيء تميز، لكن بنفس الوقت تشبه ثقافته وتشبه البيئة اللي هو ربي فيها. نعم. عمر، من يومين كنت عم أقرأ عن موضوع بالدراما التركية، يقال بأنه ما في شيء عندك أو بصمة أنه يكون في هناك دراما تركية كوميدية، يعني كله عم يكون عن إبراز الأمجاد، التاريخ، الثقافة، عائلات، مافيا إلى آخره، لكن كوميدي من بعد شعبان، إذا بتعرفوا الممثل التي دائما جسد شخصية شعبان وتوفي تقريبا بأواخر التسعينات أو سنة 2000، ما عاد هناك مسلسل أو الأكاديمي، الوجه الأكاديمي التركي، ودائما هيك بقول لك إنه عبوسيين جديين بطبيعة أتراك. تتفق مع هذا القول؟ يعني الآن خلينا نقول في، يعني يوجد دراما تركية كوميدية، لكن ليست واسعة الانتشار، ليست واسعة محلية مثلا، يعني تشاهد في الأغلب ضمن شعبيا ضمن تركيا. أنا مثلا تجربة شخصية، أنا رحت وحضرت يعني فيلم سينمائي في سينما، البنات اللي موجودين في المقعد الخلفي صاروا يضحكوا وقلب الكرسي من شدة الضحك. أنا ما شفت شيء مضحك، يعني ما بيضحكوا ولا ما في شيء مضحك، هن بيضحكوا، لكن يرتبط الموضوع الكوميديا بشكل عام ترتبط كتير بالثقافة المحلية، خصوصا بالدراما التركية. نعم. وترتبط باللغة وترتبط بكذا. أنا كمواطن أجنبي فهمان شو عم يصير بس ما أضحك، لكن ما أجتني، ما ضحكت، بس ما أجاني هالشعور الضحك الشديد. يعني هي أحد الأمور اللي بتحد يعني أصلا من إنتاج الكوميديا، لم تصدر لا. لم تنجح، يعني لنقل لم تنجح في التصدير لحد الآن. جميل، جميل. الدراما التركية بشكل أساسي في إلها ثلاث خطوط، الأكشن والدراما التاريخية والدراما الاجتماعية، يعني هاي الثلاث أنواع اللي نحن فينا نصنفها الاجتماعية. نعم. فهي أكثر ثلاث أنواع ناجحة يعني في كل ما ينتج ويصدر إلى خارج تركيا. طيب عمر، بصراحة بالعودة لموضوع الأسباب، في أنا يعني بظني من أحد الأسباب اللي ممكن تكون فعلا فعالة بتفعيل دور وتقوية دور الدراما التركية سواء محليا أو حتى عالميا، بعتقد ممكن يكون عم يلعب دور موضوع الدعم الحكومي أو الدعم من قبل مستثمرين أو حتى رجال أعمال. نعم. إذا فينا جميل جميل، بنعرف هون في قنوات تابعة لرجال أعمال ومستثمرين بغض النظر عن الطابع الحكومي. الآن نحن ممكن ننظر الموضوع كأطوار، يعني في الطور الأول قديما كانت الدراما التركية مثل ما حكينا ليست منتشرة وليست بهي القوة، ثم بدأت بالانتشار وبدأت بانتشار في الخارج وأصبحت قوية أكثر. نعم. في الفترة الأخيرة وجدنا أن خلينا نقول طبيعة المسلسلات أو محتوى المسلسلات بدأ يختلف باتجاه تاريخي أكثر، باتجاه محافظ أكثر، شيء من هذا القبيل. يبدو يعني نحن لا نقول أنه حسب ما نعلم ليست الحكومة هي من تنتج هذه المسلسلات، لكن توجه، لكنها توجه وتدعم، حتى أنه مسلسل قيامة أرطغرل على سبيل المثال على قناة التلفزيون وغيره من المسلسلات اللي اشتهرت تماما تعرض على تي آر تي في البداية، فتشتريها تي آر تي وتدفع طبعا أكيد مبالغ طائلة للشركات الإنتاج التي قامت فيها. فهي بشكل أو بآخر هناك دعم حكومي. أيضا وجدنا زيارات من وزراء أو حتى من رئيس الحكومة. صحيح. أو من الرئيس رجب طيب أردوغان. نعم. لعدد من مواقع تصوير سواء في قيامة أرطغرل أو في غيره من المسلسلات أو حتى تكريم الأبطال اللي عم يصير بعد طبعًا. ما يكون تم عرض مثل أرطغرل وأيضا سلطان عبد الحميد مثلا الذي يعني عمل ضجة رهيبة جدا جدا. لكن عمر، الآن في بال العائلات كالتالي، من وجهة نظر إخراجية، من وجهة نظر شخص مهتم بهذه الدراما، عائلة بدها تتابع مسلسل جميل ورائع وخلاب وهادف طبعا أنت مثل ما ذكرت مسلسل يستمر
ويستمر ويدوم، يعني قد يصل إلى 50-60-70 حلقة. نعم. هناك بعض المسلسلات الجميلة اللي ممكن أنت تنصح فيها وهادفة. جميلة. الآن هلأ التوجه العام في الفترة الأخيرة هو للمسلسلات التاريخية ولتكون بشكل عام مناسبة لجو العائلة العربية، وحتى فينا نقوم مناسبة لجو العائلة العربية المحافظة. جميل. يعني هو تاريخ مشترك، وهذا في شيء من التوجيه الحكومي. نذكر على سبيل المثال قيامة أرطغرل، هو مسلسل حتى في بعض الناس حتى في دول الخليج العربي صاروا يسموا أبنائهم على أسماء بعض أبطال شخصيات. نعم، شخصيات هذا المسلسل. استكمال قيامة أرطغرل وهو عثمان المؤسس. نعم. المؤسس. نعم. اللي هو ابن أرطغرل تاريخيا. نعم. هو المؤسس الفعلي للدولة العثمانية. هذا أيضا أحد المسلسلات الواعدة. في مسلسل اللي هو السلطان محمد الفاتح. نعم. هاي كله من الفترة العثمانية. في أواخر الفترة العثمانية عندنا مسلسل عاصمة عبد الحميد اللي بيحكي عن الأيام الأخيرة للدولة العثمانية والأزمات اللي مرت فيها. نعم. وكيف تم معالجتها وما سبق ذلك. قوت العمارة أيضا أحد المعارك التي يمكن أغفلها التاريخ لحد الآن، وهي ثاني أكبر انتصار للجيش العثماني في الحرب العالمية الثانية. نعم. بعد شنقلي. حلو كتير. لكن شيء معاصر الآن إذا فينا نظرنا مثلا خارج الأمور التاريخية، الأكثر انتشارا الآن لمن يحب الأكشن أو الدراما هو مسلسل وادي ذئاب. خلينا نقول لمس هذا المسلسل في الفترة الأخيرة. نعم. قضايا قد تكون قضايا عربية مثل موضوع الثورة العراقية، الثورة السورية. نعم. أو قضية فلسطين في أجزاء. نعم. الأخيرة تم. نعم. لمس هذا الشيء بشكل مباشر. حتى يعني البطل مراد علمدار في أحد المقاطع بيقول في أحد عسكري يبدو عسكري إسرائيلي بيسأله أنه ليش جيتوا على إسرائيل؟ بيقول له نحن ما جينا على إسرائيل، نحن جينا على فلسطين. جميل. ففي رسائل مهمة عم تم تقديمها من خلال هاي المسلسلات. نعم. طيب عمر. جميل. نطلع شوي من المسلسلات إذا فينا نحكي دول البوليسية أو حتى الأكشن. نشوف مسلسلات خلينا نقول الاجتماعية. ممكن يكون فيها طابع عاطفي أكثر. نذكر شوي من هاي المسلسلات. يعني المسلسلات الاجتماعية خلينا نقول هي اللي كانت البذرة أو البداية في انتشارها لدى المواطن العربي عنا. نعم. يعني في البداية بدأ مسلسل نور. نور اللي كان حتى انتشر عربيا أكثر ما ينتشر تركيا أصلا في هذيك الفترة، وكانت العالم تسهر مشان تتابعه. نعم. أجا بعده سنوات الضياع. أجا بعده يعني في مسلسل اسمه أزال. مسلسلات كتير يعني متنوعة. في مجموعة من المسلسلات لهذا الطابع. يعني أخي عمر، ربما هي فكرة بالفعل لكل عائلة أن تختار واحد من هذه المسارات وتبدأ. نعم. لا نغفل طبعا هون. يعني لا نغفل وجود في بعض الناس عندهم تحفظات على المحتوى الموجود. نحن هون نذكر جداً. وقائع وأرقام. إضافة يعني إلى أنه أيضا الحكومة التركية بين الفترة والأخرى تقوم بالتنبيه من بعض المسلسلات وتحذر المواطنين من عدم متابعتها. نعم. أعزائي المتابعين والمتابعات، بالدراما التركية والأمر الخفيف الجميل نكون اليوم وصلنا إلى نهاية حلقة صباحك مسك لهذا اليوم. كما عهدنا وتعاهدنا معكم لا ننسى ونغفل قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة المبارك. كل التحية لكم. نعم. من هنا من استوديو من كادر مسك ومن زميلتي هلاء الملاح. أكيد بدنا نشكر عمر كيالي مخرجنا. شكرا جزيلا لكم. والمبدع أكيد بهالأخبار الجميلة اللي قدمت لنا إياها. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيك متابعينا. لا تنسوا تابعونا إن شاء الله يوم الاثنين بمشوار جديد، حلقات جديدة، ضيوف جداد بإذن الله تعالى. حرصوا يوم الجمعة على قراءة أكيد مثل ما ذكرت إلى سورة الكهف وصلاة على النبي والاستغفار. تبوا بألف خير. إلى اللقاء.